جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول محمد با بكر. الأخ محمد له سؤال طويل ملخصه أن أحد الوعاظ قام في مسجدهم بعد الصلاة وذكر وعظ إلى أن وصل إلى ذكر والدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنهما كفار وفي النار، وحينئذ شوش على كثير من المصلين وبدأوا يتساءلون. رأيكم في مثل هذا جزاكم الله خيرا؟ أولا تعرض لمثل هذه المسائل أمام الناس لا داعي له، وليس للناس فائدة من وراء ذلك إلا من كان يعتقد أن والدي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنان، فإنه يبين له أنهم ليسوا بمؤمنين. أما من لم يكن عنده علم من ذلك ولا يجادل في ذلك فإنه لا داعي إلى إثارة الموضوع أمام العوام وأمام الناس. أما والد النبي صلى الله عليه وسلم فإنهما كافران على دين الجاهلية، على دين قريش ودين العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعبدون الأوثان ويشركون بالله عز وجل. وهذا ليس فيه غضاضة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من قبله من الأنبياء منهم من كان آباؤه كفارا كإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإن آباه كان كافرا مخالفا لدين إبراهيم، قد نهاه الله عز وجل عن الاستغفار له، وذلك في قوله تعالى وما كان استغفار لإبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأمه عندما زار قبرها واستأذن ربه في ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى لم يأذن له بذلك، حتى بكى النبي صلى الله عليه وسلم وأبكى من حوله. فيجب على من التبس عليه الأمر أن يعلم هذا. نعم.